القضية الاجتماعية والصحية تقتضي أن نمشيو في اتجاه أن كافة المواطنين يكون عندهم واحد التغطية اجتماعية اللي تضمن لهم في السن اللي ما يبقاوش قادرين على العمل أنهم يعيشوا بطريقة كريمة، وكذلك أن يكون عند كافة المواطنين تغطية صحية اللي تضمن لهم أنهم إذا افتقروا إلى العلاج يجدون الوسائل. المشكل هو هذا الهدف النبيل، كيف يمكننا أن نجد له التمويل اللازم؟ وهنا تطرح عدة إشكاليات، ولهذا أنا أول ما أريد أن أطلب منكم وأسأل الله أن يوفقكم إليه هو أن تفتحوا الآفاق للتفكير بحرية، لأنه إذا كنا سجينين أنماط من التفكير وسيناريوهات فيمكن أننا سنتخبط ونضرب في حلقة مفرغة دون أن نصل إلى نتيجة. دونك il faut je suppose je suis en train de traduire un peu pour mes frères africains les marocains ils savent traduire eux-mêmes. يعني il faut peut-être aussi réfléchir aux approches. Peut-être que les approches sont fausses ou sont impossibles. Donc حتى هي قضية أريد هنا أن أشيد بقرار جلالة الملك الذي بعد يعني تعيين الحكومة بوقت وجيز كلفنا بتعميم التغطية الصحية ديال الرمان ونقلها من مدينة أزيلال أو إقليم أزيلال إلى المغرب كله، وكان تحدي خطير. كنعتقد أننا نجحنا في هذا التحدي. اليوم انتقلنا ل 9.2 مليون مستفيد، ما يمثل 3.5 مليون تقريبا من الأسر، وما يتجاوز ما كان مطلوب إلى 113% من الهدف الأصلي اللي كان هو 100%. بطبيعة الحال هذه التغطية الاجتماعية التغطية الصحية اللي تعمت على هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع ليست مثالية، الي با اكزومبلير، الي با ايديال، مي مالوغوزمون بحال هاد الأوضاع إلا كنتي استطعتي توصل 9 ملايين ديال الناس تعمل لهم تغطية وعشرة ديال الناس ونقولوا على شتي 100 ولا 200 ألف مزيان حتى واحد فيهم ما تيتكلم. S'il y a des personnes qui ne sont pas satisfaites à travers les médias, à travers les syndicats, à travers tout ce monde, qu'elles n'ont pas agi. Et c'est vrai, il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Mais le système existe aujourd'hui et il est en train de s'améliorer et on est en train de mettre, soi-disant, le budget qu'il faut pour que ça continue, pour que ça s'améliore. Inch'Allah, Alhamdulillah, comme on a dit, nous allons dire.